مكونات التفاعل. يجب أن تتوفر عندي هذه المكونات الآتية حتى نقوم بإجراء التفاعل بصفة. Number one DNA template اللي هو القالب DNA، العينة اللي إحنا استخلصنا من عندها DNA. Number two Polymers، Polymers هو عبارة عن تتابع قصير من النوكليوتايد اللي هي تكون حاوية على الجين الهدف اللي إحنا نبحث عنه والمطلوب من إكتاره. مواصفات هذا البرايمر يجب أن يحتوي من 20 إلى 30 نوكليوتايد. أيضاً محتواه من القواعد النيتروجينية من 40 إلى 60%، اللي هي قواعد النيتروجينية البوني وسيتوسين. نمبر 3 الإنزيم. الإنزيم هنا وظيفته حقوم ببناء DNA. الإنزيم راح نستخدمه هنا هو التاج بوليميريز. من مواصفات هذا الإنزيم إنه هو راح يقوم بعملية أو يكون متحمل لدرجات الحرارة العالية. نمبر 4 قواعد النيتروجينية الأربعة أدينين جوانين ثايمين سيتوسين. نمبر 5 اللي هو أيون المغنيسيوم Mg+2. أيون المغنيسيوم مهم يجب توفر لأنه يعتبر كوفاكتر لعمل التاج بوليميريز. نمبر 6 البفرات مهمة ليش؟ لأنه هي نستخدمها في يعني إكمال حجم التفاعل. هاي التقنية هنا عندنا هذا الإبندروف تيوب الخاص تيوب الخاص بالبي سي آر شايفين إحنا بالمختبر. شنو المكونات راح توضع به؟ هو أول شيء تارجت دي إن إي، وعندي البرايمرات والنوكليوتايد والدي إن إي بوليمرايز والبفر والإم جي سي آر 2، كلها يعني تخلط وتوضع في كل تيوب لكل عينة، يعني كل عينة نضع بها نفس هاي المكونات وتوضع في هذا في جهاز البي سي آر.